ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سائل من بلجيكا يقول: هل يجوز للرجل أن يمسك بيد زوجته في الطريق أمام الناس؟ إذا كان يخاف عليها أذى، إذا كان الرجل يخاف على زوجته وهو سائر في الطريق وهي محجوبة متسترة سترا شرعيا يخاف عليها الوقوع في أذى إما من دهس السيارات وإما من كثرة الزحام فهو يأخذ بيدها، لا حرج ولا عيب عليه ولا إثم عليه. أما مجرد تلاعب وتمتع فلا يجوز له أمام الناس. نعم.